امبارح بالليل الساعة 9 بالليل ضربنا صاروخ روسي وخرب الحارة وراح عنا شهداء وجرحى بالحارة. طيب هون بحي المرج محل الشارع اللي صار فيه كثافة ضرب، يوجد فيه مقرات أو يوجد فيه شيء؟ لا ما يوجد مقرات، ما يوجد نهائيا مقرات على الجبهات بالمرج، مقرات ما بي أبدا. يعني نحن نقصد إنه مكان الضرب هذا مكان ما بغير المدنيين، ما يتواجد غير المدنيين. مدنية بهالحي هذا؟ بهالحي هذا ما بغير المدنيين. نعم. نحن هون بحي المرجة، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم، الشارع اللي موجود واللي صار فيه دمار بالبنية التحتية وبالسكن وبالبشر، والعالم لسه على حديت هالآن في منا تحت الانقاذ. اقسم بالله العظيم لا يوجد لا مقر لا كثافة هون الجيش حر لا اي فصيل عسكري موجود بهذا المكان هذا. Thank you.